طيب قبل ما استفيض واكمل في الحديث عن مباراه اليوم وترند الاهلي، خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي واللي متواجد في مقر اقامه الفريق قبل التحرك لاستاد القاهره الدولي استعدادا لهذه المباراه. يا شريف اهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك يا زميلي امير ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلت فعلا احنا في مقر اقامه النادي الاهلي، الفندق اللي موجود في التجمع الخامس ويمكن قريب من استاد القاهره حوالي 20 25 دقيقه بكثير باذن الله، ويكون الاهلي في استاد القاهره هيتحرك بعد المحاضره اللي هتكون في الخامسه والنصف حسب بقى النهارده. طبعا مستر موسيماني مش محدد التحرك الساعه كام، هو اللي قال المحاضره الساعه 5 ونص، ولكن احنا لسه مش عارفين ميعاد التحرك امتى. المحاضره هتبقى نص ساعه، هتبقى ساعه الا ربع، هتبقى تلت ساعة، الله أعلم. طبعا هو ليه نظام جديد وسيستم جديد هنعرفه ونتعرف عليه مع المباريات القادمة بإذن الله. طيب أبرز ما يميز هذا السيستم الجديد من خلال متابعتك يا شريف على مدار الساعات القليلة السابقة في مقر إقامة النادي الأهلي من قبل مستر بيتسو موسيماني، لاحظت إيه مثلا؟ يمكن ابدا لك من تمرين امبارح. تمرين امبارح يمكن المحاضره كانت ساعه، ممكن محاضره كبيره جدا يتكلم فيها، وعرفت الكواليس اللي اتكلم فيها. اتكلم الاول حوالي 25 دقيقه عن شخصيته، بيحب ايه في اللاعب، بيحب التعليمات اللي تتقال تتنفذ ازاي في التمرين في المباريات، عرف اللعيبه على شخصيته وعلى التعليمات اللي هو حابب يشوفها الفترات المقبله. وبعد كده او في اخر نص ساعه كان في عرض الفريق المقاولين العرب، نقاط القوه ونقاط الضعف. بعد انتهاء المحاضره نزل التمرين، جرب خطه اللعب اللي هيلعب بيها، التشكيل اللي هيلعب بيه، جرب البدلاء كمان اللي ممكن يبدا بيهم اليوم. عنده مشكله في السيرد باك، مشكله في الباك ليفت، امبارح جرب فيها كذا لعيب. يمكن امبارح ما سابش حاجه في التمرين، وقف المران اكثر من مره عشان يحفظ اللاعبين ويصلح الاخطاء اول باول. يمكن ده كان امبارح. النهارده بدا اليوم، كان في الفطار كان في العاشرة صباحا، الغدا كان واحدة ونص، يمكن السناكس كان الساعه 5، والمحاضره زي ما قلت لك يمكن 5 ونص. يمكن اللعيبه هتبقى من ورايا بعد الحصه عشان تخش المحاضره. المحاضره هتقعد قد ايه؟ غالبا متوقع نص ساعه، هيتكلم فيها عن تشكيل المباراه اللي هيبدا بيها كمان يعني الساعه 8 طبعا في استاد القاهره الدولي. هيقول الابرز الكوره الثابته تتعمل ازاي، اللي ممكن يتنفس في المباراه، المطلوب ايه من المباراه، يضغط ضغط عالي ولا يقف وسط ملعبه. كل التعليمات الفنيه اللي هتكون خاصه كلها بالمباراه هتكون موجوده. ولكن خليني اقول لك زميلي امير، اللي لفت نظري زي ما قلت لي يمكن بعد الفطار، الفطار كان الساعه 10، هو جه 10 بالثانيه هو وجهازه بيتحركوا كتله واحده، لسه برده ما فكوش قوي، لسه بيتحركوا مع بعض هم الثلاثه، ومعاهم طبعا دكتور عمرو محب مترجم الفريق. قعدوا على ترابيزه، وقعد معاهم طبعا مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. قعدوا في اجتماع بعد الفطار حوالي ساعتين وربع، اجتماع اتكلموا فيه عن كل حاجه. الراجل بيعمل اجتماعات كتير، بيسال على كل لعيب، عارف لعيبه كتيره، عارف اسماء كتيره، ولكن في لعيبه ما بيعرفهاش، فبيسال مين دوت. اما بتقول له مثلا فلان، يعني بدون ذكر اسماء، ده فلان، فيقول لك ده فلان اللي عمل كذا، اللي عمل، اللي لعب كذا، اللي كان عنده مشكله كذا، اللي كان عنده اجاده في كذا. يعني الراجل ملم بمعظم الامور الخاصه بالفريق، يعني ملم بكل صغيره وكبيره تخص فريق النادي الاهلي، حتى لو مش عارف الشكل، الاسم عارف الاسم دوت عمل ايه وليه ايه وعليه ايه، كل كبيره وكل صغيره مع الراجل عارفها طبعا. مستر موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، بطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي، كل حاجه كل حاجه عارفها الراجل، بالسبب حاجه للظروف. الراجل يعني انا يعني مش عاوز اقول، يعني احيي مجلس الاداره على اتخاذ القرار ولجنه التخطيط. الراجل يعني وفر لنا خطوات كتيره جدا، عارف كل حاجه، مطلع على كل حاجه. فيا رب باذن الله يكون التوفيق معاه في مباراه النهارده، والاهم بقى مباراه الوداد المغربي والتاهل الى نهائي افريقيا والفوز ببطوله افريقيا، لان الاهلي بامانه يستحق النجمه التاسعه باذن الله. طب طبقا لمتابعتك لمران الاهلي بالامس شريف، كيف تتوقع التشكيل؟ وتحديدا عايز اسال على صالح جمعه، هل ممكن يكون في نسب كبيره لمشاركته في مباراه النهارده ولا لا؟ امبارح صالح في التمرين ادى تمرين قوي جدا، ويمكن لفت الانظار، ويمكن كان يعني مجهوده الوافر في التمرين كان موجود في قائمه المباراه اللي هي ضم طبعا 21 لاعب، ولكن يمكن قفشه يمكن حجز غالبا، يعني من اللي شايفه امبارح قفشه يمكن حجز لعبه النهارده، وممكن يبقى بديل ليه وليد سليمان. هيستعين بصالح ولا مش هيستعين بصالح الله اعلم، ولكن امبارح كان متالق في التمرين، ولكن وليد سليمان اجهز طبعا منه، قفشه اجهز من الاثنين.
انا يبدو ان الشناوي يمكن هو ممكن النهارده يكون هو حارس مرمى النادي الاهلي اللي يبدا بيه التشكيل. السرد باكين عنده هيلعب بايمن اشرف وياسر ابراهيم ولا يلعب يدخل حد من في الباك رايت اذا كان محمد هاني او احمد فتحي؟ هيلعب مين باك رايت، محمد هاني ولا احمد فتحي في الباك ليفت اللي عنده فيه مشكله؟ يلعب بيه الناشئ محمد شكري ولا نلاقي احمد فتحي في الباك ليفت زي ما هو؟ يمكن هيستقر بعد لحظات، ولكن يعني يمكن بتتكلم ممكن تلاقي اثنين سرد باكين، ياسر وايمن اشرف، وممكن تلاقي في اليمين محمد هاني، وممكن تلاقي في الشمال احمد فتحي، اثنين ديفندرين غالبا حمدي فتحي عم تتكلم في السولية، ديانج مين اللي اقرب من الثلاثه؟ يبدو ان حمدي والسولية هما الاجهز، او من اللي انا شايفه امبارح ومن النهارده يمكن هما الاجهز لهذه المباراه. يمكن الخط الامامي بقى القوي جدا، الشحات في اليمين، قفشه في مركز العشرة، كهربا ناحيه الشمال، بادجي ولا مروان، يمكن بادجي يكون الفرص في بدايه اللقاء النهارده. كلها يعني كروت الراجل بيلعب بيها، والراجل امبارح جرب ناس كتيره، جرب البودل ايضا اللي ممكن يستعين في المباراه زي ما قلت لك، بس سايب حاجه للظروف خالص اللي ما بيشتغل عليها، متبقي فقط التوفيق ثم التوفيق، وباذن الله يكون الثلاث نقاط جداد يضافوا الى رصيد نادي الاهلي طبعا على فريق كبير هو فريق المقاولين العرب باذن الله. شريف انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي واللي متواجد في مقر اقامه الفريق قبل مباراه اليوم كان معانا على الهواء مباشره، وطمنا من خلاله على كل الكواليس الخاصه بمباراه اليوم واخر استعدادات الفريق واخر الكواليس الخاصه كمان مستر موسيماني. واكيد فوز النهارده باذن الله تعالى هيكون فوز معنوي مهم جدا للاهلي في المرحله الحاليه وقبل المرحله الاكثر اهميه، مرحله بطوله دوري ابطال افريقيا ونصف النهائي في هذه البطوله.